monitor. يوجوال بيقولوا 7 بوينتس ار اوكي، انما المكون اللي عندي اقل من 7 عن التانيين لا، ده انا المتعلم ده هفقده في محاضرتي او في جلستي. الكونسبت واضح؟ انا عندي 3 ستايل، فيجوال واوديتوري وكوجنيتيف، هنعرف خصائصهم دلوقتي. احنا دلوقتي عملنا كويستشنير، اول 12 سؤال بيدوا لك درجه على الفيجوال كومبوننت بتاعك اللي هم من 1 ل 12، ثاني 12 سؤال بيدوا على الاوديتوري، ثالث 12 سؤال بيدوا على الكوجنيتيف. طول ما هم الثلاثه قريبين من بعض، كتير او قليل مش مهم، مش مهم الرقم، المهم ان الثلاثه قريبين من بعض. 4 اوكي، لغايه 7 اوكي. اللي عنده واحد قليل قوي سيم كاينيتيك، انا شفت ورقه دلوقتي مثلا الكاينيتيك فيها قليل قوي، يبقى لازم وانا بجهز محاضرتي ارجع للي احنا هنقوله دلوقتي، المتعلم الكاينيتيك ده عايز ايه؟ وابذل مجهود ان انا اخطط، لان انا لو جهزت بدماغي كده في السليقه هفقد الناس بتوع الكاينيتيك. احنا عشان كلنا ناس ماتيور يعني عندنا خبرات حياتيه كبيره جدا، هنلاقي ان الفروق قليله. الطالب مش كده، الطالب ما زال هتلاقي نواياه متباعده وبتفرق سايز. واكبر مثال على كده ان الطفل مثلا، الطفل اللي سنه 2 أو 3 اقدر اعلمه عن طريق ان انا اخاطبه، بوري له صوره مش كده؟ او اعمل له لعبه. فالطفل باي ديفينيشن بيبتدي كاينيتيك، يبتدي يتعلم باللعب، وبعدين يجي عنده حته فيجوال، واخر حاجه عنده تيجي الاوديتور. عشان كده لما بيروحوا الكيجي والكلام ده، واحنا بنسال بقى لاولادنا، خد بقى الابلكيشن الحياتي، لما اروح كلاس كيجي او وات ايفر اسمه، نفسي ولا اسمه ايه، والاقيهم قاعدين الولاد والميس واقفه على السبوره، ما توديش ابنك، مش هيتعلم. مش هيتعلم عشان هو فاشل، مش هيتعلم عشان لسه الاوديتوري كومبوننت عنده ما كبرتش، هو عايز كتاب ملون وعايز لعبه، مش عايز اكتر من كده. تيجي بقى نتعرف على خصائص الفيجوال والاوديتوري والكونسبت واضح؟ الفيجوال ستايل ده بيحب ايه؟ ده بيحب يقرا ويكتب. بيحب جدا يقرا ويكتب. تيجي تقول له تعالى اما اشرح لك كذا، يقول لك طب هاتلي مكتوب. بيحصل شديد الادب، مش بيركز، ما بيحب يقرا ويكتب، يحب يقرا اللي اتكتب قدامه على السبوره اثناء الدرس. بتروح المدرس يقول لك والله يا دكتور احنا اليوم الباور بوينت ده ما طلع واحنا متنيلين، الله يرحم ايه؟ الطباشيره والسبوره. مش قليل الادب ولا رجعي ولا متخلف، فيجوال عايز يشوف الكلام بيتكتب قدامه، بيكتب له. يعني خلي دايما جزء من تدريسك مش كله باوربوينت، هو حق يعني ربنا خلقه. لايكس تو اتند ليكتشرز. ليه؟ بيحب الجو، بيحب الفيجن، ما يحبش يقفل على نفسه ويقعد مع نفسه. فاحنا ما نروحش بقى كل مره نلاقي هم الثلاث عيال اللي قاعدين يقولوا يوه انت ما عرفش ده، انت هو حاجه كويس. بريفيرز الجرافز اند فيديو كليبس، يموت في الصور. ده اللي يقول لك انا قابلتك بس والله انا مش فاكر لا انت مين ولا قابلتك فين، عارفينهم دول؟ كتير كويس. ده بيريمبر الفيسز ويل. ده اللي بيعقدني بقى ان هو توديه في اي مكان مره يقول لك وعلى فكره احنا ممكن نروح من الطريق الفلاني، ولو رحنا من الطريق العلاني الفيجوال ميموري بتاعه عالي طيب اعمل فيه ايه؟ على طول اديله فيجرز اند جرافز، ما يبقاش باركود برزنتيشن بتاعي، حتى لو باوربوينت ما يبقاش كله كتاب. الكتابه هتفقدني الولد الفيجوال وهتلاقيني اتملل. احط فيجرز اند جرافز رايت ان فرونت اوف ذيم، يموت فيه لو رجعت للسبوره والطباشيره. ليت ذيم رايت زي ما احنا ما عملنا كده برضه. يعني ايه ليت ذيم رايت؟ طب يا جماعه
سؤال صغير اكتبوه. يا سلام تلاقي ده اقصى شيء ان تلاقي محاضر مثلا هو نوت نوينج يقول لهم يا جماعه الكلام ده عندكم في الكتاب محدش هيكتب. هو مش بيكتب عشان هيقراه، هو هيكتب وعمره ما هيرجع يقراه، هو بيكتب عشان بيتعلم وهو بيكتب. فكل ان الكلام في الكتاب لا يعني انه ما يكتبش، اللي عايز يكتب يكتب. اوكي؟ انما الطفل تركز معايا وما تكتبش دي من الاساطير يعني. هو عارف هو هيتعلم ازاي، سيبه يتعلم زي ما هو عايز. Give them broad lines. شرح له الموضوع ببرود لاينز وابتدي يخش في الديتيلز. يحب الديتيلز جدا بس لازم يبقى عارف البرود لاينز. ده الولد والبنت الفيجوال اللي هتلاقيه طول ما انت بتتكلم هو راسك ورقته وبيكتب، مش عشان هو مش متابع معاك ولا قليل الادب ولا مطنشك، ممكن يكون بيرسم. اتس اوكي. الاوديتوري بقى ده ايه؟ ده اللي تلاقيه قاعد يكلم نفسه على طول. ده الاوديتوري بيكلم نفسه، بيحب يسمع. تعالى انت بس، تعالى انت لوحدك، قول لي عملت ايه؟ فصصها من الالف الى الياء. لا فوق الفيجوال
وهتلاقي واحد تاني يقول لك طب يا دكتور يعني ملخص كده بقى عن الموضوع قبل ما نمشي، مش قليل الادب بس ده مين؟ البوليت. دول ما بيحبوش يسمعوا اللي هم عارفين بيتضايقوا. فلما اجي خصوصا بقى في البوست جرادوت خصوصا في البيت ابني بيسالني سؤال طب هو الموضوع ده ايه؟ اقول له طب انت عارف عنه ايه؟ وابتدي اكمل له على اللي هو عارف. انما البوليتوري ما يحبش اطلاقا ان هو يسمع موضوع هو عارف. وده الطالب اللي تلاقيه في المدرج اللي لما تيجي تعمل ريكاب كده على الموضوعات اللي فاتت تلاقيه مش معاك. واول ما تخش في الجديد صاحبك وحبيبك. ايه؟ التكرار مش كل الناس بتحبه، يعني في ناس بتحب التكرار، في واحد يقول لك ما خلاص ما يعني ما قلناه. هيجي حته على التكرار. ده البرين ستورمنج يحبوه جدا، يحبوا يتكلموا. مش احنا قلنا ان هو اوديته اللي صوته عالي يحب يتكلم. فابدا المحاضره مين فيكم يا ولاد من مش عارف ايه؟ خد اراء واتفق. ده كان براكتس مش كلكم شاركتوا فيه، انما اللي عنده الاوديتوري عالي حابب ان الصوت يزيد، فخد اراء والاراء خده من الاوديتوري واكتبه لمين؟ للفيجوال. اوكي؟ فاحنا ممكن ببراكتس واحد نجمع الناس، المهم ان احنا نبقى اوير بالتكنيكس. يوز برين ستورمنج، خلي الناس تتكلم، يوز جروب ديسكشنز. ساعات انا مثلا في الراوند بسال سؤال واقول يا جماعه كل اربعه جنب بعض يفكروا فيه مع بعض. الاوديتور يحبك جدا، فاحنا هنتكلم. هو كلام مطلوب. سمرايز از يو جو، كل شويه اقول حته وارجع اقول احنا كان عندنا اربع حتت قلنا اثنين ولسه ثلاثه وهكذا. لينك نولج تو ديلي لايف، مهم قوي قوي لينك نولج تو ديلي لايف، ما يبقاش النولج جاست ابستراكت. المحاضره اللي انا كنت بقولها مره في احد حاجه تبع المجلس الاعلى للجامعات، فاحد الموجودات كانت استاذه في طب طنطا بكت. ليه؟ لان هي كان عندها بنت في ثانوي، البنت طول ما هي قاعده تذاكر بصوت وغلطها لوحدها ومش مشوشه على حد، بس البنت صوتها عالي. وعند هذه الاستاذه صوت البنات كان ماله؟ وغلطها كان عيب، ان عيب المذاكره بالصوت العالي. This is vulgar, this is rude, this is not classy. وان هي ضغطت على البنت ان الصوت ما يطلعش لدرجه ان البنت الاكاديميك بيرفورمانس بتاعها قل. ما هو انت قفلت المدخل، هي عايزه تسمع انت مال يعني مش مالك مال؟ واحد وبقطه قابل على نفسه بيذاكر باي طريقه كانت وبتنجح وبتطلع الاولى، مالنا بقى ومال الصوت؟ اه طبعا. حد عنده حد بيتكلم في الدكتور هشام عنده الاوديتوري بينقح عليه، فظانن ان كل الناس لازم تذاكر وبيسجل لي اهو. جاي اللي بيمشي ده، اللي بيمشي ده انا سايبه في البيت والله. والله سايبه في البيت. بينجح. انت مالك ما يذاكر يا رب يذاكر في الزوم. هنيجي للي بيذاكر على الموسيقى واللي بيذاكر قدام التلفزيون واللي بيذاكر وهو ماشي. ده الكاينيتيك. ده الولد الكاينيتيك اللي يقول لك الطب ده ما كانش ليا، انا كنت عايز ابقى مهندس، نحات، رسام، عجلاتي، حاجه ايه؟ هندس كده. ذا لايكس تو تاتش اند موف وايد عمر ابني بيتمشى في البيت دلوقتي رايح جاي وانت مالك خلاص يعني اهو شكل عندك مشكله يا محمد عندك حد بيتمشى حتى عنده حد بيتمشى في البيت وشايف انه عيب وغلط ولا بد
الدكتورة عايزة تعالجه عشان فرط فرط الحركة لا يمكن يتعلم. لو بيتعلم خلاص انت مالك وماله. بحث كل الناس يبقى عندها فرط حركة وتبقى شاطرة. ده loses connection لو الموفمنت انعدمت في الـ في الانفايرمنت يتجنن. ده اللي بيرفع ايده كل شوية لو الدنيا طولت بريك يا دكتور. وقاعد مش ده عنده الحر الكروميك بجد اللي انت بتختاره ده عنده الحر الكروميك اللي عايز بريك اللي ايفن يعني في السن الاصغر يعمل اكسكيوز عشان يروح التواليت ويجي. بتاكد ان انت الهاندلنج بتاع هذه الظروف من البيبول از نوت ترو. انعدمت الحركه فالجزء الكاينيتيك بدا يقلل. ده اللي بيشطر. وتلاقيه بيرسم وهو بيسمعك او تقول له العيان هيبقى في كذا يقوم راسم عيان وعامل فوق ازرق برضه. سيبه يتعلم بطريقته. في ناس انا اعرف زميلي واحد من ابرع الجراحين في مصر استاذ هو في طب طنطا. تيجي تشوف المذكرات بتاعه اللي كان بيذاكر منها ايام البعثه وهو داخل امتحان الزماله صور. يعني كان عنده مثلا الجول بلادر ستونز فرح وواحده بترقص وواحد بيطبل لها وحاجات كده. انما كان عنده كل حاجه من دول ليها كود وليها معنى ويبص كده على الصوره دي خلاص الكالكولار كوليسيستايتس خلصت خلاص الست رقصت والراجل طبل. وتلاقي حاجات غريبه وبيزار في الصوره ما هوش مريض نفس ناجح الى اقصى درجه. في ناس تيجي تقول له ابنك خد بقى على نفسك من الطب. ذاكرت يا ابني الموضوع الفلاني يقول لك تريده اول مره. ده هما كام مره. الولد الكاينيتيك اللي بيمشي كتير دوت بيعمل حاجه اسمها السكيم ريدنج. يقرا الموضوع كده ايه؟ وش وبعدين يبتدي ياخد الديتيلز. اتس اوكي طالما في الاخر هيتعلم ده اسمه. فالسكيم ريدنج حد يعرف حد السكيم ريدنج؟ لا انت اللي عارف مش كده. علي قول لي يا ايه اللي عندك؟ ايه اللي بحصل؟ هو حضرتك هو فعلا نفس الكلمه حضرتك بتقول يعني قريت يا ابني الموضوع؟ قريته اول مره. طب والتانية جايه قريته اول مره از اوكي. هيز وركينج يعني هو في الليرنينج بروسيس بتاعه مش بيكلم. اخونا التاني ده برضه كاينيتيك يقول له قريت الموضوع يقول لك لو ايه؟ طب رحت لنا طيب. طب قول لنا الترميم مش كلنا كده على فكره صح؟ مش كلنا انما ده الحته الكاينيتيك. وفي ناس عمرها ما تلاقوا يا دكتوره بس في ناس ما بتحطش قلم. في ناس تلاقي الكتاب بتاعه يا ابني انت ما بتذاكرش تمام. ابنك لما تيجي تقول له السنه بدات بقى وعايزين نبتدي نذاكر يقول لك طب ربنا يسهل بس نشتري الالوان. انت مفترضه ان هي زي مش بالضروره ان هي هتلون. يعني لو ما لونتش ما تنزعجيش. لا عمليه التلوين نفسها الاليه نفسها الحركه اللي هو الكتاب اللي هو. لا الفيجوال ده بتاع الصور بتاع الدايجرامز بتاع ان هو يحول الموضوع الى اللايف سايكل ما يقراهاش يعملها رسم. احنا الصوره كانت بتقول ان هم ثلاث دوائر متماسكه. طبعا يدخل مطرح ما يدخل
الواد اللي قاعد على طول ماسك الهايلايتر ده، كل لو شفت ابنك ماسك الهايلايتر روح اشتري له علبه هايلايتر، لانه مش هيتعلم غير بالالوان. لما يقول لك انا ما ذاكرتش النهارده اصل الهايلايتر خلص، مش مستاهل، هو مش هيعرف يذاكر من غير الوان. كل ده بيأثر على الريكورد، كل ده بيأثر على الريكورد. لا ده كل ده الكاينتيك اللي بيعمل كلر كودينج، ده البيرسونال كاينتيك. اعمل له ايه اخونا الكاينتيك ده؟ اعمل له موفمنت اكتيفيتيز. اولهم في وسط المحاضره طالع معاه هنقف كده ايه 30 ثانيه بس. يوز ميوزك وين ابليكابل. الدكتوره رسمه كانت بتقول، طب والدكتور كانت بتقول، طب اللي بيذاكر قدام التلفزيون وبيسمع الراديو هو حر. احنا كل اللي لينا عند الليرنر هو ايه؟ الاكاديميك اتشيفمنت والاكاديميك بيرفورمانس. بيوصل له من انهي طريق؟ الطرق مختلفه، وطريقك مش حجه على الاخر. ده اللي انا عايزه. يعني انا ممكن اكون ما بحبش الميوزك، انما انا ممكن في درس ما والميوزك از ابليكابل احط حته ميوزك. تمام؟ ليه؟ لان انا عارف ان بالضروره في حد هيبقى بيحب الميوزك. يوز ديفرنت كالرز وايل تيتشينج ذيم. الكالر كودينج مهم جدا. قال لها شورت بريك زي ما قلت. دكتوره وفاء بقى بعد علمتك زباين. لا احنا بنتكلم على اللي عايز يتعلم، وانت بتقهره ان اي طريقه ثانيه غير طريقتك غلط. بس نايم ده احنا بقى بنزيد وجدنا. وبعدين القصه، خلي بالكم القصه، كل ما الناس بتماتيور كل ما الدوائر دي كلها ايه؟ بتقترب من بعضها. يعني انا هحكي لكم مثلا عمر ابني لغايه السنه اللي فاتت، انا متابع كان يمشي، هو ما زال بيمشي، بس كان السنه اللي فاتت واللي قبلها يمشي بكوره، كان يمشي يشوط كوره قدامه هو بيذاكر. فكان بيمشي يشوط كوره. السنه دي انا ملاحظ انه ما عادش كوره، بقى ماشي بس. ربنا يستر ان شاء الله ويقعد ونشتري له كرسي المكتب. كرسي المكتب بتاعه مكسور، ولا لا يعني في شيء، يعني لا يزعجه ان كرسي المكتب مكسور. ما صلحناه؟ لسه. ما بيمشي طول عمره ولا شغل. احنا خلي بالكم، احنا قلنا الثلاث طرق الى الذاكره اللي احنا سميناهم البري ريبريزنتيشنال مودز. وقلنا ان في حاجه لينجويستيك والنون لينجويستيك او المنتال ايمجز، وقلنا ايه؟ ان في الافكتيف، ولابد ان انا اطرق الثلاث ابواب بتوع الذاكره. اتكلمنا على الباك ستايل اللي هي الفيجوال اوديتوري كاينيتيك ستايل، وبعدين عندنا اخر حاجه اللي اسمها ديفيد كول ستايل. ديفيد كول ده راجل ايدوكيشنال سايكولوجي، قال لك ان الناس وهي بتتعلم مهاره جديده بينقسموا الى اربع انواع. الاربع انواع دول كلهم في الاخر بيتعلموا، الا لو انت ارتقيت انه لازم تنقل من خانه الى خانه. نفس مبدا الباك. في قال ديفيد كولب قال ان في المتعلم الريفليكتور التأملي، في التيوريست أو المنظر، في النافعي أو البراجماتست. يعني كلمة نافعي مش ترجمة مش كلمة وحشة. كلمة نافعي هنا بمعنى إن هو بيبقى عايز يعرف النفع ورا، إحنا بنتعلم كذا ليه؟ وفي الأكتيفست اللي هو النشط.
دول دايما بشكلهم واحنا في اقسامنا وعندنا معيد او مدرس مساعد جديد او وحصل ديفكت في الجدول. فقلنا له خش يا ابني ادي سيكشن او خش ادي راوند. هينقسم الى الاربعه دول وصححوني لو ما قابلتهمش. واحد يقول لك ايه؟ طب يا دكتور هدخل بس راوند كده مع حد من الدكاتره اشوف هيحصل ولا لا؟ هيحصل. ده مين؟ ده الريفليكتور. التاني يقول لك طب والنبي ما عندكش كتاب كده عن هاو تو تيتش؟ ده الثيورست اللي عايز يعرف النظريه. ده البراجماتيست او النفعي يقول لك طب انت فكرك انا اكتر واحد هفيد الولاد دول؟ يعني انا اكتر حد هقدر ادرس هذا الموضوع؟ الاكتيفست من عينينا يا باشا، ده انا مستنيك انت في زمان، ده انا بقالي اسبوع ما درستش. الاكتيفست اللي بينط في الاكتيفيتي حتى لو ما عندوش متطلبات. تمام؟ كلنا بيعدي علينا دول ولا لا؟ لو طفل عايز بعلمه يركب عجله مثلا، واحد هيقول لي طب اركب قدامي كده اشوفك، واحد يقول لك لا طب بس هو البتاع ده لما بنلفه دي بتتحرك ازاي؟ التاني يقول لك والعجله ليه؟ ما احنا عندنا العربيه. والرابع يقول لك العجله هوب يقوم ناطط ويروح ويقع ويتعور و و و. لو دورنا حتى جوه بيتنا هنلاقي ان الاربعه ستايلز دول موجودين، واتس اوكي ان هم يبقوا موجودين، ودوري ان اللي عايز يرفلكت انه يرفلكت مش بيقدر، ودوري ان اللي عايز ثيوري انه يعرف الثيوري مش بيقدر. بتكلم بقى دلوقتي على النواب والمعيدين والمدرسين المساعدين اللي هيخش يا ابني اعمل القيصريه دي، القيصريه يا نهار اسود اخش معاك وكمان مرتين كده. واضح اللي احنا قلناه؟ احنا اتكلمنا على ليرنينج ستايلز وقلنا فيهم ثلاث حاجات. قلنا ان في حاجه اسمها التري ريبريزنتيشنال مود، قلنا الباك اللي ورقه مع حضراتكم كل واحد هيكمله في البيت، وقلنا الديلي كورب ستايلز ان الناس اربعه، الريفليكتور والثيورست والبراجماتست، والرابع كان الاكتيفست. ازاي الناس تفتكر؟ انا لو قلت لكل واحد من حضراتكم دلوقتي ودوري اسمه استاذ واحد هو اللي معاك طول الوقت، مين اللي هيجي في ذهنك؟ واحد من غير استئذان، جاست شاوت. محمد. اوكي. طب ليه؟ لو سألتكم ليه؟ طب ما تعالوا نكتب. كل واحد اختار حد من الأساتذة يقول لي صفة واحدة كانت فيه. كلمة واحدة. فهمت. الرسم الجميل. دمه خفيف. عمق المعلوم. قرب. التزام. شيء. اوكي. ماشي كده. كلها مواصفات طيبة. نعمل اكسرسايز صغير. لا احنا سألنا عن اللي احنا تذكرناه بالصفة دي. مين في جيبه 10 جنيه؟ هاخدها والله. مين في جيبه وشنطتها مش عايزها؟ ما بيدورش. طب مين في جيبه تفاحه؟
طيب لو طلبت منكم انه القيمة المادية للتفاحة أكتر ولا ب 10 جنيه؟ قيمة التفاحة كام؟ حضرتك 12 جنيه مرة. الدكتورة بس مش عارفة قيمة التفاحة كام. اوكي. إنما لو طلبت منكم ترسموا ال 10 جنيه اللي أنت ماشي بيها في جيبك وإن أنت اللي قيمتها المادية أعلى وطلبت منك إن أنت في نفس الوقت ترسم تفاحة، هترسم مين أفضل؟ تفاحة. حد فاكر ال 10 جنيه على وشها إيه وعلى قرارها إيه أصلاً؟ على وشها جامع السلطان حسن تقريباً، أنا والله جبتها الصبح. ده جامع السلطان حسن وحاجة في الوقت. طب فكركم إحنا ليه بنفتكر التفاحة عن ال 10 جنيه؟ كلمة واحدة. بسيطة. ايه؟ والطعم واللون الحلو. ايه كمان؟ لون واحد، مفيهاش تفاصيل، لون واحد. لون واحد. يعني بسيطة بس. بسيطة. بسيطة. مفيش تفاصيل. الريحة. نشيل كل ده ونحط الحواس. تلمس الحواس. ايه كمان؟ قيمة غذائية. الدايت كويسة مفيدة يعني. حضرتك آخر مرة أكلتي 10 جنيه وزن ازاي؟ ال 10 جنيه مفيدة للدايت ده. ايه كمان؟ شكلها حلو. قليلة. ايه كمان؟ لو انا جعان واديني 10 جنيه هعمل بيها ايه؟ دي بتولد باحتياج ولا ايه؟ خليك انت مع 10 جنيه. اللي حضراتكم قلتوه دلوقتي هو برضو مفاتيح الذاكره، احنا فاكرين التفاحه لاسباب. خلي نفس هذه الصفات في تدريسك والطلبه هيفتكروه، خليه بسيط، بتلمس حواسهم، تعليمك قيم ومفيد، وشكل التدريس بتاعك حلو ودمه خفيف وتفاصيلك قليله وبتلبي باحتياج عند الطلاب. تاكد ان صفات التفاحه لو احنا نقلناها الى تدريسنا وتعاملنا مع الطلبة بالتأكيد هيتذكرونا أكتر. دول شوية تكنيكس تانيين غير إن إحنا نبقى تفاحة. هاو تو بي ميمبر. أول مبدأ هو البارتيسيبيشن. البارتيسيبيشن يعني إيه؟ يعني ان انا اشرك المتلقي معايا في توليد المعلومه. يعني ان انا اخذه الى ديسكشن خطوه بخطوه 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 فالمعلومه تيجي منه وليست تلقينيه وليست جاهزه. ان انت انتر اكتف وتاخد هو منه زي ما احنا مثلا ما عملنا الاكسرسايز ده، احنا ولدنا هذه المعلومه. خليك تفاحه منين؟ من اراء حضراتكم. تاني تكنيك هو اسمه الفاكسينيشن. احنا عشان بنبقى اطفال فبنحب الفاكسينيشن. الفاكسينيشن ده معناه ايه؟ معناه ان انا من كتر ما درست هذا الموضوع انا عارف ان انا باجي عند نقطه معينه ودايما فيها ايه؟ سؤال. انا عارف دايما هنا في سؤال، فما تسيبش الطالب اللي قاعد يتلقى منك في ذهن السؤال unanswered، ربما بسبب العدد، ربما بسبب كذا، انت مش هتعرف تبقى interactive كده وتاخد الاسئله على الهواء. فانت هتعمل vaccination ازاي؟ تقول له انا عارف ان انتوا دلوقتي في ذهنكم السؤال الفلاني بس هيتضح بعد شويه. ادي بقى. اوكي؟ مهم؟
مهمه جدا، ان انا طول ما الولد في ذهنه قلق طول ما هيبقى ديستراكتد، واحنا خلاص بقى كده المحاضره باظت. انما لما تقولي له ان اتس فيزيولوجيكال اتس نورمال، انا عارف ان ذهنك السؤال ده، سيبه دلوقتي وهنجيبه، ده مهم قوي. هذا الفاكسين الاتريبيوشن، الاتريبيوشن اللي هو الارتباط، يعني ان الطالب يبقى مرتبط بالمعلومه اللي بتقدم عند الدكتور سعيد. هنيجي نشرح الانفيرتيليتي. يا جماعه مين عندكم في الاسره مثلا عنده حد عنده ديفيكولتي ان كونسبشن؟ واحد هيبتدي يرفع ايده. طب احكي لنا التجربه اللي حصلت. 30 ثانيه بالظبط يحس ان هو جزء، والباقي يحس ان احنا مش بنتكلم عن فضاء خارجي، ده احنا بنتكلم عن حاجه في بيوت البشر. مين عندكم حد عنده ديابيتس؟ طب احكي لي اتشخص ازاي؟ اتعمل ازاي؟ بياخد علاجه ايه؟ يبقى احنا بنتكلم عن افري داي لايف، و it's your own life it's not my life، انا جايبها من your own life. لا الparticipation ان انا ما بستدعيش تجربة خاصة عني، انا باخد رأيي. انتوا ايه رأيكم في التفاحة؟ انتوا ايه رايكم في التفاحه؟ ده رايي، انما اشركني في تجربه حياتيه. مثلا الدكتوره قالت انا بعمل الكالوريز، احكي لنا عن الكالوريز، ده الاتريبيوشن، ان احنا بنتكلم عن بيوتنا. يعني مين يا اولاد كان عنده حد عامل عمليه وقالوا له هندي لك بنت مصري وخاف من البنت المصري؟ فواحد هيقول والله انا كان والدي عنده دواري وقالوا له بنت مصري وما رضيناش. لا لازم تفضلي طبعا. فالاتريبيوشن هو استدعاء تجارب حياتيه من عند الطلبه واخذها كنقطه لبدء الموضوع. مين يا جماعه عندكم حد في العيله بيعاني من اوبيزيتي؟ والله انا والدتي اوبيز. طب ما تحكي لنا كده ايه المشاكل اللي بتحصل وقالوا لها الضغط والسكر مش متظبط؟ فخلاص بقى بنتكلم على والده صاحبنا، خلاص بقى يعني اتس كلوز. التكنيك الرابع الفيجواليزيشن. الفيجواليزيشن ان انا انقل المتلقي الى فيجوال، اخليه يشوف موقعه من الدنيا هيبقى عامل ازاي لو هدف السيشن اتحقق. تاني انا بنقله الى صورتك انت هتبقى ايه لو ركزت معايا واللي احنا جايين له ده حصل. زي ان احنا بنتكلم على الدايابيتس عشان الدكتوره منال ما تزعلش. مين يا ولاد عنده حد عنده دايابيتس؟ انا عندي حد عنده دايابيتس. لو قلت له احكي لي عنه كده وتشخص ازاي بقيت بعمل اتريبيوشن. مين تاني هتلاقي ايدين كتير الرابع؟ طيب عندكم مشاكل في علاج الدايابيتس؟ عندنا مشاكل. طب ايه رايكم بقى ان النهارده بعد نهايه المحاضره دي هتبقى انت الوحيد اللي تقدر ترد على كل الاسئله اللي تتسال في البيت في قصه الدايابيتس؟ بقى في منتال ايمج تاني، بقى في وضع تاني، فخلاص ده انت استوليت عليك خلاص. ده من دي بدايات ان انت ازاي تكابشر الاتنشن بتاع البارتيسيبنت. اوكي؟ ما هو انا قلت ان انت هتقدر تجاوب على كل الاسئله.
وربما مثلا لما يدرسوا له سنه خمسه يقولوا له تقدر تقول له علاجك صح ولا غلط، وتقدر تقول له روح للدكتور امتى، يعني كل واحد على حسب الليفل بتاعه، وكل واحد يقدر في تخصصه يلاقي المدخل. بس احنا ايه نفكر، انا عايز اعمل اتريبيوشن، انا عايز اعمل فيجواليزيشن، اعمله ازاي؟ لا 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 خالص، وعلى حسب الاوبجيكتيف بتاع السيشن. يعني النهارده ايه رايكم؟ طب حد عنده دايابيتس، خلينا مع الدايابيتس، بياخد كام نوع انسولين؟ ده بياخد اثنين وكان عنده حاجه مش عارف اسمها ايه وبطلها له والدكتور قال له عنده. طب ايه رايكم النهارده لو ركزت معايا في الساعه دي هتبقى انت اكتر واحد عارف انواع الانسولين وتقدر تجاوب على الناس حسب الاوبجيكتيف هو ايه؟ ولو اوفر بروميسنج، لو انت ده الراجل يعني ما تقولوش انت هتبقى مجدي يعقوب لو ركزت معايا النهارده. اخر حاجه اللي انتوا دايما بتسالوا عنها هو الريبيتيشن. الريبيتيشن هو احد اساليب الميمورايزيشن الاكيده في كل الليرنينج ستايلز. تمام؟ والريبيتيشن مش مقصود بيه ان انا اعيد نفس الكلام بنفس الاسلوب، لا ده انا بقلبه واعيده واقوله بصيغه ثانيه وبصيغه ثانيه. كلنا قابلنا طالب يا دكتور مش فاهم، تقول له ثاني، يا دكتور مش فاهم، تقول له ثاني، وبعدين في ثانيه يقول لك الله طب انت ليه ما قلتش كده من الاول؟ والله قلت، بس هو دي اللي ايه؟ اللي لزقت على الريسبتور بتاعه. فطول ما انت بتريبيت قول المعلومه مره واثنين اخر حاجه هنعملها هو ان احنا نفصل محاضرتنا بحيث ان هي يبقى فيها فيو لارج كونسبتس. فيو لارج كونسبتس هنعمل براكتس عيال بعيال بقى، ان احنا هنحاول نحافظ على البالونات دي طايره كلنا، كل واحد هيلمسها لمسه بس نحافظ عليها طايره، اللي تلمس الارض خرجت من يعني هتضربها كده، واحد هيضربها كده لمسه واحده، لمسه واحده يا ست العميد. الناس حتت التجربة فشلت نتيجة نقص البالونات عند الأساتذة. إيه؟ طب ما نجرب مفيش حد عارف الكبيرة. إنما لو وان لارج بالون بالتأكيد هنقدر كلنا إن إحنا نحافظ عليه. فخلي فيو لارج كونسبتس هتقدر تحافظ عليهم طايرين في ذهن الناس ومش هيقعوا منك، إنما التفاصيل الكتيرة الصغيرة التقيلة بالتأكيد هتقع. خلاص بقى حاجة كبيرة بس. واللي عنده حتة كان نسيتك يلعب في البر. دي مشكلة فيكوا انتوا. vary your style، ما تقعش في رتابة your own style لأن أنت هتفقد أتليست تلتين المتلقين. communicate well، be memorable، be an apple، be a large balloon، and thank you. أي أسئلة بس قبل ما ننتقل للدكتورة سهيلة، في أي استفسارات؟ شكرا دكتور محمد، محاضرة قيمة جدا.
يمكن باك هو ده اللي خلى المور ستايلز اوف فليكشن. يعني لو فاكرين قديما قبل الايكو فيجوال كان فيه دايما وابدا اوفر هيد بروجيكتور، وبعدين بعد كده السايد بروجيكتور، ودلوقتي اوديو فيجوال. فهم حاجتين من الدكتور محمد قال، انك تراك كابشر الفيجوال، وانك انت بتبلغ له رساله بتسمعها. كمان لو اوديو فيجوال والمحاضر عطيك ظهره وما بتشوفش ما بتسمعش، ده هو المحاضر اللي بيتحرك لو بديك تاسك انك تعمله انسور. فهو حتى صار كونشس كده، طرق التعليم تطورت من العلوم النفسيه والسلوكيه، وعاد تخصص الميديكال اديوكيشن، عاد فيه وفي ماسترز وفي بي اتش دي انسور انسور. فهو استخدام اكثر من طريقه عشان تطلع جميع الزباين. دكتور محمد كان بيقول ان في زباين كتير قوي، في واحد يفهم قوي مجرد انه يشوف، وواحد يفهم قوي مجرد انه يسمع، وواحد لا عاوز كده ولا كده، عاوز يتحرك ويلعب ويدي اشارات. ولو خدتوا الاسامي اللي حضرتك قلتها دي هتلاقي ضروري كان في بالانس بين الثلاثه. ضروري كان في بالانس بين الثلاثه. انه بيوريك حاجه وبيسمعك حاجه وبتلاقيه معاه كل واحد، يعني الاي كونتاكت بتاعه مع كل واحد بيتحرك بيطلع بينزل انصار. فهو الغرض انك انت في محرضك خليك جذاب لكل الازواج. اللي عاوز عينيه تشتغل كابتشر هيز ايز، اللي عاوز ودانه تشتغل كابتشر هيز مايند، اللي عاوز انك تتحرك وتتكلم منه وتيجي تتكلم معاه شويه انصار انصار. فشكرا لكل محمد، لكن ان فاكت يو ديد فيري ويل. ثانك يو. شكرا. اي اسئله؟ طبعا اول اشكر حضرتك جدا، انا شخصيا بستمتع بمحاضراتك جدا جدا، العلميه التربويه في فيجوال اديوكيشن حضرتك مميز ما شاء الله. يعني عايزه اقول بقى ان احنا كل واحد فينا عنده مجموعه محاضرات، في محاضرات منتهى طويل وبتتكرر، وفي حد جينيور بيعمل محاضرات. ممكن احنا نفكر بطريقه ما، ان يبقى عندنا كوميتي، مكان، لجنه فوق في وحده التعليم الالكتروني، ان اللي حابب ان المحاضره بتاعته اللي يديها له وهم يقولوا كومنت، يعني يبقى في لجنه تقول كومنت عن المحاضره دي محتاجه احط فيها صوره، المحاضره دي محتاجه تلونها شويه، يعني ان احنا نساعد الناس انهم يعملوا ابديت وامبروفمنت للمحاضرات بتاعتهم. مش عارفه في حاجه فيزابل ولا لا. شكرا على الاطراء على دكتور اسهام شهادتي مفتوحه لان انا من اول المحاضرات. The way you deliver your information rather than ايه اللي مكتوب؟ اللي مكتوب كان ليه ده طبعا، يعني في واحد هيشوف اول سلايد من عند الراجل الطيب او انت منهم تركن جنب زمايله. انما الباوربوينت لوحده مش هو كل شيء. احنا بكره في الجلسه الاولى ان شاء الله اللي اسمها ذا سمول جروب تيتشنج ذا تكنيك هنتكلم اصلا ازاي تعمل الباوربوينت بتفاصيله، ازاي تقوله، ازاي تقف، ازاي تتحرك، ازاي تتكلم، ازاي تسال، ازاي تتسال. هنتكلم عن هذه التفاصيل. وجود ميديكال اديوكيشن يونت از اون كارد زي ما حضرتك تعرفي از امانج ذا بلان، وان شاء الله يفعل قريبا باذن الله. بس يبقى دور الباوربوينت لا يتخطى في اي علم 7% من المسج تو بي ديليفر، وممكن تبقى الفيتال 7%، يعني ممكن 7% دول لو وحشين الباقي كله ما يشفعش. بس is how you deliver it اهم من والنون فيربال كوميونيكيشن. يعني النون فيربال كوميونيكيشن مثلا هنعرف بكره ان هو 53% من ديليفرنج ده مثلا. بس وجود ميديكال اديوكيشن يونت تبص على المحاضرات، تعمل لها اوديتنج، تبص على الاسسمنت، كل ده ان شاء الله وارد باذن الله. شكرا دكتور محمد. هو الدكتور محمد يا ترى لو حضرتك في اسبوع الاورينتيشن بالنسبه للطلبه
لو قلناها للطلبة يتفهموا عليها بقى ويتابعونا ولا زي كان تساؤل يعني. السؤال تاني بقى عشان بالمرة واحدة الله يكرم حضرتك. حضرتك يوم اعتزلنا من قناة السويس لما كانوا شرفونا هنا لقيت بتناقش معاهم لو فاكر الشورت ميموري واللونج ميموري. هل الطرق دي بتتأثر ولا مالهاش علاقة؟ شكرا لكم. شكرا لكم. اعتقد انه الطالب مش مطلوب منه انه يعمل حاجه، الطالب جاي الفيجوال والاوديتوري والكاينيتيك. انا دوري ان انا ارضي احتياجه.